دكتور محمد المهدي، تاريخ طويل من الدراسة والعمل الأكاديمي والعملي والتلفزيوني من أجل تغيير الصورة الذهنية للطب النفسي. يا دكتور يؤمن أن التغيير ممكن وأن أفكارنا يمكن أن تحررنا أو تسكننا. يتمنى لو صار الطب النفسي متاحاً للجميع، ولو أن الجميع أدرك احتياجه للمساعدة وأن الأمل موجود. دكتور محمد المهدي، سعداء إن احنا نكون مع حضرتك النهاردة، وحضرتك واحد من الناس القريبين من الناس سواء بحكم المهنة أو بحكم معرفتنا بيك من خلال حوارات كتير، فمتشرفين إن حضرتك معنا. نورتونا، أهلا وسهلا. في البداية وهدخل مباشرة في الموضوع يا دكتور، الطب النفسي يمكن يكون واحد من فروع الطب الأكثر أهمية لكنه في نفس الوقت الأكثر إثارة للتحفظات. على مدار تاريخ حضرتك الطويل بقى في التعامل مع أولا طبعا دراسة وتدريس الطب النفسي، لكن كمان التعامل مع مرضى نفسيين، وجهة النظر دي اتغيرت على مدار سنين فاتت؟ يعني أنا أول ما قدمت لوظيفة الطب النفسي كنت من أوائل دفعتي، فكان قدامي خيارات أخرى أروح فيها يعني، فاخترت الطب النفسي. قابلني واحد قريبي فبيقول لي انت اتعينت في ايه؟ قلت له انا اتعينت طبيب مقيم في قسم الطب النفسي في الجامعه. قال لي ليه كده بنفس تعبيرات الوش دي؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ وليه يا ابني؟ طب وابوك اللي رباك واللي علمك واللي تعب علشانك واسرتك واخواتك هيتجوزوا ازاي وانت هتتجوز ازاي؟ يعني ليه عملت كده؟ دي جديدة، يعني الوصم مش بس بيطال المريض النفسي، الأسرة، لأنه إيه بيشتغل مع مجانين، دي الصورة يعني. ده اللي بيشتغل مع مجانين، فبالتالي يا هو هيبقى مجنون يا يتأثر بيهم يا أي حاجة، وبعدين الاسم والسمعة والحاجات دي كلها غريبة. فكانت وصمة خطيرة أيام، وحتى بعد كده لما بقى معروف أنه أنا طبيب نفسي، فبقى ألاقي حرج عند بعض الناس إن أنا مثلاً أقابلهم في مكان عام وأسلم عليهم وكده، لأنه ممكن ده يدي شبهة إن في علاقة ما تربطه بيا. يبقى أنت بتتعالج عندي أو أعرفه بأي شكل من الأشكال. وإن كان حتى في الفن كان اللي بيمثل دور الطبيب النفسي دايماً كان المرحوم فؤاد خليل، بيصب في النهاية إن صورة الطبيب النفسي وصورة المريض النفسي وصورة المستشفى النفسي كلها صور يا إما مخيفة يا إما مضحكة. إذن فهي الدراما، يعني الدراما كانت جزء من أو عامل من عوامل الوصم للمرض النفسي. إيه اللي غير الصورة؟ لأن أنا النهاردة شايفة العكس، شايفة وعي، وشايفة أهل بينتبهوا لأولادهم بدري، وشايفة ناس بتقول أنا محتاجة علاج نفسي. حضرتك صحح لي، كل الدوائر عندها نفس الوعي ولا لأ إحنا لسه ما زاد الوعي كتير بقى، وحتى على المستوى الدرامي بدأ يحصل تسلسل كده. يعني بعد المرحوم فؤاد خليل بدأ يبقى الأستاذ فاروق فيشاوي يجي طبيب نفسي، بعد كده بقى يعني طلعنا لفوق قوي بقى الأستاذ حسين فهمي طبيب نفسي، وهكذا بدأ يبقى فيه نجوم اللي هم النجوم المحبوبين، الشخصية الجام بقى في الـ في الـ في, الـ في الفن يجي كطبيب نفسي، ويجي بقى بشكل منطقي وشكل جيد. الحقيقة جزء من ده من تطور الطب النفسي، لان احنا انا اول ما بدات في مهنه الطب النفسي كانت سنه 80، كان دلوقتي 42 سنه فاتوا، فطبعا سنين طويله. كان عندنا مثلا حوالي 3 مضادات اكتئاب، وعندنا برضو حوالي زيهم كده 3 مضادات ذهان. دلوقتي تخيل حضرتك انه بقى مثلا في حوالي من 50 او 60 مضاد اكتئاب وزيهم 60 مضاد زهان. يعني حتى الطب نفسه او العلم والعلاج اتطور كتير، بقت ادواتنا كتير وبقت النتيجه احسن. والاعراض الجانبيه اللي الناس كان طول الوقت تقول، وانا لحد دلوقتي بسمع الجمله دي، اروح لدكتور نفسي بس ما يكتبليش دواء. الدواء ده مخدرات ومنومات وما بيعالجش خالص، لكن ده هو بس بينيم الناس فبنخلص منهم مشاكلهم. كل ده اتغير منه جزء كبير جدا جدا على مدى السنين اللي فاتت. حضرتك قلت حاجتين مهمين قوي، اتكلمت عن الصوره الذهنيه او الصوره الحقيقيه يعني للطبيب، وان هو كمان اتغير،
والدراما اتغيرت. تاني هسأل حضرتك، استجابة الناس حضرتك شايفها اتغيرت، اتحسنت، بقت ممتازة؟ يعني ادينا تقييم لاستجابتنا للعلاج. هو كان الصورة بتاعت الطب النفسي انه شيء غامض، شيء سحري، شيء اسطوري، حاجة اقرب كده للجن والسحر ومش عارف ايه والحاجات الغامضة. لكن دلوقتي بقى فرع طبي، لانه اكتشف في العقود اللي فاتت دي انه الاكتئاب والقلق والفصام والهوس والوسواس والحاجات دي كلها اضطرابات في المخ، اضطرابات في نشاط مراكز المخ، واضطرابات في كيمياء المخ، وانه هذه الاضطرابات زي الاضطرابات اللي في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والقلب والحاجات دي كلها محتاج علاج. والعلاجات الدوائية أو العلاجات البيولوجية تقدمت كتير جدا في هذا المجال، وبقت تدي للناس نتائج كويسة. ومش بس التقدم كان في العلاجات الدوائية والعلاجات البيولوجية والحاجات دي كلها، لا، كمان التقدم في العلاج النفسي. بقت دلوقتي فيه وسائل العلاج النفسي، لأن الطب المرض النفسي لا يعالج بالدواء فقط، يعالج بالدواء وبالعلاج النفسي وبعلاجات أخرى كتيرة. الشيزلونج لسه موجود يا دكتور؟ يعني فكرة الشيزلونج والهدوء والمريض اللي بياخد وقته مع الدكتور النفسي لسه قائمة ولا؟ قدام حضرتك هو، بس هو مش هيجي في في الكاميرا. الشيزلونج عندي والشيزلونج معايا على طول، لم يختفي طول 42 سنة ممارسة في المهنة. بحرص على وجود الشيزلونج. ليه؟ لأنه الشيزلونج لم يعد هو الوسيله العلاجيه الاكثر استخداما. بقى الوقت المريض يعالج وهو قاعد على كرسي، وهو قاعد صحصح وبياخد ويدي معايا، لانه العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي والعلاج التدعيم والحاجات دي كلها مش عايزه شيزلونج. وهو قاعد عايز على الكرسي، حوار. عايز حوار وعايز وعي وعايز تغيير في السلوك وتغيير في المشاعر، وهو واعي، مش لا مدد ولا حاجه خالص. ولكن بتظل في حالات فعلا تستدعي آلية التداعي الحر للأفكار والمشاعر. فلما بلاقي إنه المريض يحتاج هذه الآلية، اتفضل حضرتك على الشيزلونج هنا، بينقل من على الكرسي. أول ما بينام على الشيزلونج أو بتنام على الشيزلونج ويمدد، وأقول له غمض عينيك وقول اللي يجي على بالك أيا كان، من غير تنظيم ولا ترتيب ولا أي حاجة خالص. كل اللي يجي جواك طلعه، عايز تبكي ابكي، عايز تصرخ اصرخ، عايز تقول اي حاجه قولها، مفيش ممنوعات، مفيش خطوط حمراء، مفيش اي حاجه، كل اللي جاي على بالك قوله. دي عمليه تفريغ تبقى مريحه جدا للناس، حتى لو انا بستخدم وسيله اخرى من وسائل العلاج النفسي القايمه على العقل والمنطق والتفكير، بيبقى محتاج ساعات في وسط الجلسات دي او بديل ليها احيانا او تابع ليها احيانا، جلسه من النوع الجلسه الشيزلونجيه دي. الى اي مدى برضو نفسي حضرتك تقول لنا حاجات كده بوصفات بدرجات دي مفيده لسلامه النفس؟ ال 20 دقيقه ولا ربع ساعه للشخص بيقعدهم في هدوء وسكون زي ما حضرتك بتقول، بنقولها باللفظ الدارج سحب الفيشه. انه المخ بتتجول فيه او بمر عليه في اليوم حوالي 60,000 فكره في اليوم، طبعا ما بندرج بيهم، بيعدوا كده صوره فكره. فالمخ بيرهق جدا وبيجهد، خاصة لو الأفكار دي هيتخانق مع بعضها أو هيغتم بيها أو هيهتم بيها أو هيخاف منها أو هيخاف عليها. هل صحيح إنه معظمنا عنده سلوكيات إدمانية بدرجة ما؟ ما احنا اتنقلنا من الإدمان الكيميائي للإدمان السلوكي في السنوات الأخيرة. كان كل الاهتمام بالإدمان الكيميائي، المخدرات والكحول والحاجات والنيكوتين والكلام ده كله، الحشيش. لكن بالمقابل ليها في الإدمانات السلوكية، إدمان الأكل، إدمان الجنس، إدمان الإنترنت، إدمان السوشيال ميديا، إدمان الشهرة، إدمان المال. بقى في إدمانات كتيرة جدا كده، البشرية اتخضت لأنه هيطلع كده أنه مفيش حد ما عندوش إدمان. ده يا عزيزي كلنا مجنون يعني. وعشان كده حتى الجهات العلمية اللي بتعمل تقسيمات الأمراض قاعدة على استحياء كده كل شوية تزود إدمان سلوكي. يعني حطوا إدمان الجامبلينج أو القمار، حطوه في الأول، وبعدين بعد كده حطوا إدمان الجيمز، فيديو جيمز، وبعدين بادئين دلوقتي في جدال حوالين إدمان الإنترنت بما فيه السوشيال ميديا.
هم مخضوضين إن يا جماعة هو هي دي سلوكيات عادية عند الناس ولا هنحطها أمراض؟ إحنا كده هنضفي كلمة المرض على حاجات كتير في حياة الناس. أو إدمان العمل، طب ما تسيبونا يا جماعة يشتغلوا، إحنا نفسنا الناس تشتغل يعني. فواضح إنه النفس البشرية فيها قابلية للإدمانات. وفعلا اكتشف إنه فيه مركز في المخ اسمه مركز التعزيز أو الريورد سنتر. أكيد حضرتك متابع إنه الناس بقت بتشخص بعضها. يعني يقولوا ده توكسيك ودي مش عارفة نرجسي وده مش عارفة. إيه رأيك في الحكاية دي؟ يعني زيادة ما قرينا وسمعنا عن الطب النفسي ساعدنا ولا خلانا ننتبه لحاجات زمان ما كانش حد بيتأثر بيها؟ هي ساعدت بس خلتنا يبقى عندنا إفراط في الوصم. يعني أول ما تقولي على الشخص ده توكسيك أو العلاقة دي توكسيك فأنت قفلتي خلاص. كل الناس بتقول على بعض توكسيك على بعض توكسيك فهنفرط في ده كتير. دلوقتي كل الستات بيقولوا على زواجهم نرجسيين. فخلاص هتعملي ايه مع ده؟ هل تعلمي انه كتير من الناس الناجحين عندهم سمات نرجسية وبيبقوا حابين نفسهم ومعتزين بنفسهم والانا عندهم عالية بس والمبدعين متهيألي مبدعين كده. وحتى علشان كده عملوا دلوقتي لقوا انه في اسمه البرودكتيف نارسيسست. حد عاجبه نفسه قوي ومتمركز حول ذاته لكن قاعد يعمل حاجات رائعة حاجات حلوة قوي لأنه هو من كتر حبه لنفسه عايز يحط نفسه في منزلة عالية فبيعمل حاجات حلوة علشان يفضل في هذه المنزلة. هل ده وحش؟ ما يعني في ناس كتير من اللي عطوا للبشرية كان فيهم ده. يعني قد ما أقلل من الوصم وزود من قدرتي على التعامل مع كل الأشكال والتقبل غير موافقة. يعني حضرتك في حياتك ناس كتير مش موافقة على طريقتهم في التعامل. ما احبش انا اعمل كده لكن انت ما تحبيش تعملي كده هو بيعمل كده. تتقبليهم تتقبليهم زي ما تقبلي اي حاجه في الحياه موجوده. يعني مملكه الحشرات مثلا تقدري تقولي لا هو يعني ليه ربنا خلق التعابين والخنافس والعقارب والحاجات دي؟ طب مش الحياه كانت تبقى من غيرهم احسن؟ تصوري ان التوازن الكوني طبعا ما يكتملش بغير وجودهم الا بدول. فده المناعة. التقبل اللي يدي مناعة ان حضرتك ما تتخضيش كل شوية ما تشوفي حد بيعمل حاجة ما عجبتكيش او حاجة. هو يعني حكمة ربنا انه يبقى فيه هذه المخلوقات. مع كامل احترامنا لكل الاجتهادات، هل وجود وظائف تانية بتحاول انها تقدم مساعدة بيخدم الطب النفسي ولا لا؟ هو احنا وعلماء الدين والناس الروحانيين واللايف كوتشنج والمدربين كل دول بيحاولوا ان هم يحسنوا السلوك البشري. فلا ندعي انه الطب النفسي او حتى بتوع علم النفس هم دول الوحيدين اللي مخولين ان هم يصلحوا نفوس الناس او سلوكهم. لا لا لا، في جهات كتيره بتشتغل حتى علوم الاداره والحاجات دي كلها بتعمل ده. الطب النفسي بيشتغل في الجزء المرضي وإصلاح الأمراض، لكن نشأ في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة حاجة اسمها الطب النفسي الإيجابي اللي هو البوستيف سايكاتري وعلم النفس الإيجابي البوستيف سايكولوجي. دول بيشتغلوا على تحسين نوعية حياة الناس اللي ما عندهمش أمراض كمان. الجزء ده واخدينه الناس بتوع اللايف كوتشنج وبدأوا يظبطوه ويقدموه بصورة سهلة شوية على الناس ان هم يتقبلوه. حلو قوي. يعني انا هفهم من كلام حضرتك انه طالما انا مش مريض ينفع استعين بلايف كوتش بحد مشير يساعدني، لكن لو انا مريض انا محتاجة اروح لطبيب نفسي واقبل اني حتى وده اللي احنا بنقوله بقى لبتوع اللايف كوتشنج، ما تقربش المريض لانه المريض نميزها ازاي دي؟ المريض له قوانين اخرى وقعدنا نعد في الطبيب المتخصص اللي عايز اللي هيعالجه لسنوات طويله، لانه المريض في حاجات عايزه تتصلح جزء منها طبي وجزء منها بعلاج نفسي وحاجات بالشكل ده. طب ما تغششنا يا دكتور، انت انا مريض محتاج طبيب نفسي لما مش محتاج افضفض مع صاحبي لما تتوقف قدرتك عن ممارسه نشاطات حياتك العاديه. يعني ما عنديش قادره تروح الشغل، ما انتيش قادره تخرجي مع اصحابك زي ما كنت بتخرجي كل يوم، ما انتيش قادره تمارسي هواياتك زي ما كنت بتمارسيها، توقفت حياتك او بتعاني معاناه شديده تخليك ما تقدريش تمارسي نشاطات حياتك. هنا انت محتاجه تروحي لطبيب نفسي. ليه بقى؟ لانه ممكن الاعراض النفسيه تبقى موجوده عند الناس العاديين. يعني الحزن موجود عند ناس كتير قوي، الغضب موجود عند ناس كتير قوي، لكن امتى نقول ان الحزن هيبقى اكتئاب
والغضب هيبقى اضطراب مرضي. حلو. ده لما يكون سكة جميلة ممكن نفهم منها فقد القدرة على التكيف مع وظائف الحياة اللي هو مطلوب. ختاما يا دكتور هنعمل حاجة يعني مستوحاة من الطب النفسي، بس احنا في آخر كل حلقة نسأل ضيفنا واحد من كبارات الشغلانة ومحقق قصة حقيقية في النجاح الشخصي كمان شوية كلمات هشارك حضرتك بيها، وقولي برضو واقعها عند حضرتك في كلمات ممكن؟ تفضلي. السلامة النفسية، نعمة، النجاح، سعي ووعي، السعادة بنروح لها احنا ما بجيناش، عايزة مجهود مش كده؟ التحقق، مجهود وعرق ودموع ومشوار طويل. أخيرا يا دكتور، الطب النفسي اللي حضرتك وهبته عمرك كله وقضيت فيه وقت طويل، إذا كان هناك وصف محبب لقلبك توصف لنا به مهنتك الغالي عليك. مهنة قراءة النص البشري والتجول في النفوس متعة لا يعرفها إلا من أحب هذه المهنة، وأحيانا نتجول في المناطق المقدسة أو المناطق المحرمة أو المناطق الغير مأهولة أو في حقل ألغام أحيانا، ولكنها رحلة ممتعة لأنها بتتعامل مع أغلى ما يملك الإنسان وهو عقله ونفسه وروحه، فبالتالي هي رحلة ممتعة لمن يدرك معانيها وأعمقها وأبعدها المتسعة جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وقتك، نورتنا، وشكرا لأن حضرتك واحد من الناس اللي حقيقي بيعملوا شغل عادي. شكرا لحضرتك.